وظيفتك في هذه الحياة متعبك؟ لك شهور تشيل وتحط في كراتين يا ثقلة؟ طبعاً أنت رجال البيت والنقل ما باقي عليه كثير. وظيفتك بتوقفك على رجولك طول النهار؟ هذا يحتاجك، هذا يتألم، وهذا يحتاج الأدوية. بتبذلي كل اللي تقدري عليه بصبر وتفاني وإتقان، لأنه تعليمهم مسؤولية كبيرة. صار لآخر الليل، الشغل كثير ولازم يتسلم في وقته. كم ساعة في اليوم تشتغل؟ 8 ساعات؟ 10 ساعات؟ تخيل لو تشتغل 24 ساعة. هي شالتك شهور، سهرت معاك، كانت الممرضة والمعلمة، توجهك وتشيل همك. تحية لصاحبة أصعب وظيفة، تحية لكل أم.